نرجو به الزلفى وأعتاب الكرامة، ونعده ذخرا لنا يوم القيامة، ولنا الفخار بأن نؤدي طاعة لله في عنوان أسبوع الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بعظيم شأنه وجليل سلطانه، وصلى الله على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الأمين، وعلى آله أعلام الإمامة وأقطاب الحق والكرامة، الهداة الميامين والأئمة المنتجبين، وسلم تسليما كثيرا. المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييده، السادة أصحاب الفضل والسماحة، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والصفات والمقامات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل شأنه في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صدق الله العلي العظيم. لا أصدق من نداء السماء وهو يعلنها هنا مقولة صريحة مثل ضياء شمس ساطعة بأن الإمامة أمر رباني قضاه الباري بلطفه، ورتبة نورانية مختارة بأمره ارتضاها سبحانه لمن اصطفاه من عباده المخلصين، أولئك الذين لم يقاربوا ظلما، حاشاهم وهم المعصومون، بل نذروا أرواحهم الشريفة وجميع ما يملكون ليكونوا عونا للمظلومين، ونداً أبدياً يزعزع أركان الظالمين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سادتي الأفاضل، وإذا كان الأمر أمر السماء عجز أهل الأرض عن فهم جميع مراميه، وفرطوا في تقديره حق قدره، وكيف يحيط المحدود بالمطلق. ولا شك في أن حياة أئمة الهدى المعصومين من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين مثلت سفراً خالداً في التضحية والعطاء، وبركة مادية ونعمة معنوية شملت ولا تزال بآثارها النورانية أهل الأرض والسماء. أيها الحفل الكريم، على بركة الله سبحانه تقيم العتبة العباسية المقدسة فعاليات أسبوع الإمامة الدولي في دورته الثانية، تقيمه وهي تعلم علم اليقين أن لو اجتمع أكثر أهل الأرض فصاحة وأمضاهم علما وبيانا، وقضوا السنوات الطوال في تتبع سيرة حياة واحد فقط من الأئمة المعصومين، لما بلغوا حق تأدية ما يستحقه من ثناء عاطر. ولأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام سبيل الرشاد وأعلام الهدى والصراط المستقيم نحو الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، فقد نهضت العتبة العباسية المقدسة بكل طاقاتها وجميع منتسبيها، واستنفرت إمكاناتها كافة لإنجاح مبادرتها بتأسيس هذه الفعاليات المباركة. والعتبة العباسية المقدسة تؤمن أنها تؤدي بذلك فرضاً لا فضلاً وواجباً لا تطوعاً، فالإمامة كما وصفها الإمام الرضا عليه السلام واصفاً هذه الرتبة الربانية الرفيعة: إنما الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. سادتي الأفاضل، إن الغايات والأهداف الشريفة التي تنشدها العتبة العباسية المقدسة بإقامة أسبوع الإمامة كثيرة وكبيرة الأهمية، يكفينا هنا أن نذكر أبرزها على نحو موجز. أولاً، تبيان الدور الريادي لأئمة الهدى عليهم السلام في مواجهة الشبهات الفكرية والانحرافات العقائدية التي لا تزال تثار بين آونة وأخرى للنيل من عظمة ديننا الإسلامي الحنيف. ثانياً، الإفادة من التراث الثري الذي تركه لنا الأئمة المعصومون في ميادين الدين والأخلاق والعلم والسياسة والنظم الاجتماعية، وذلك بتسليط الأضواء على زوايا بحثية جديدة لم يسبق أن تناولها الباحثون. ثالثاً، العمل على ترسيخ أصل الإمامة بوصفها مبدأً يحفظ الأمة من شرور الفرقة والتنابذ. رابعاً، إيضاح الدور الكبير الذي أسسه الأئمة في تنمية الفكر الإسلامي. خامساً، تقديم مقاربات علمية تستلهم عطاء الفكر النير لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتنهل من معين سيرهم العطرة لمواجهة الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر. أيها الحفل الكريم، لا يفوتنا أن نذكر أن أسبوع الإمامة يأتي لإحياء ذكرى عظيمة في التاريخ الإسلامي، ذكرى تمثل الأساس الأول لفكرة الإمامة الربانية، وتتجسد بعيد الغدير الأغر يوم أعلن خاتم النبيين تنصيب إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده، فما أعظمه من عيد وما أجلها من ذكرى. لكن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني ستشمل ببرنامجها الحافل حياة جميع الأئمة عليهم السلام وتراثهم، فهم يمثلون منبعاً واحداً للهداية. وستتوزع الفعاليات على وفق برنامج الأسبوع لتشمل جلسات لإلقاء البحوث باللغتين العربية والإنجليزية، وورشاً علمية عن منهج أهل البيت عليهم السلام، وستكون هناك حصة للشعر الذي يتغنى بفضائلهم ويشيد بأدوارهم العظيمة، كما سيتم تكريم نخبة من الشخصيات العلمية التي كان لها دور بارز في الكتابة عن الأئمة عليهم السلام. سادتي الأكارم، إن إخوتكم العاملين في العتبة العباسية المقدسة يأملون النجاح والاستمرار والتطور الإيجابي لفعاليات أسبوع الإمامة الدولي، وهم لم يدخروا جهداً في الإعداد والتنفيذ بإشراف مباشر من سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وقد كان الجميع يتسابقون لتشكيل اللجان ووضع الخطط وتيسير سبل التواصل مع الباحثين الأفاضل، أملاً في أن تظهر هذه الفعاليات بأبهى صورة. فلهم جميعاً وافر الشكر والتقدير، ونسأل الله الرضا والقبول. سادة الأكارم، تحمل هذه النسخة من المؤتمر شعار النبوة الإمام الصنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، للمدة من 27 من الشهر السادس إلى 4 من الشهر السابع، وخير ما نفتتح به هذا المؤتمر المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا قارئ العتبة العباسية المقدسة السيد حيدر جلوخان الموسوي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تأس على القوم الكافرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العلي العظيم. صلوات. محمد. محمد. السلام عليكم جميعا. الله يبارك فيكم. إلى أرواح شهداء العراق من القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى أرواح شهداء العقيدة نقرأ سورة الفاتحة وقوفا وبعدها نستمع إلى نشيد العتبة العباسية المقدسة ليالي تذل المنايا ولا تزدكي أبا الفضل يا فارس اللايلي تذل المنايا ولا تزدكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفداء للحسين وقد كنت جيش الفداء للحسين. أحسنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بال أقوام يلومونني بحبي لعلي فوالذي بعثني بالحق نبيا ما أحببته حتى أمرني ربي جل جلاله بمحبته. ثم قال: ما بال أقوام يلومونني في تقديمي لعلي بن أبي طالب عليه السلام فوعزة ربي ما قدمته حتى أمرني عز اسمه بتقديمه وجعله أمير المؤمنين وأمير أمتي وإمامها. أيها الناس، أنه لما عرج بي إلى السماء السابعة وجدت كل باب سماء مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولما صرت إلى حجب النور رأيت على كل حجاب مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولما صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. نستمع معا إلى كلمة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، فلنستقبله محفوفا مشبوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم، السادة الأفاضل، الأخوة الأعزاء، المفكرون الباحثون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أفضل التهاني وأجمل البركات لكم جميعا بالأعياد المتقاربة، وأخص منها بالذكر عيد الغدير الأغر، هذا العيد المبارك الذي يقرأ من أكثر من زاوية، وفيه أمام الملأ وبلسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأيام افتراق الحجيج وعودتهم إلى ديارهم، يقف النبي صلى الله عليه وآله معلناً مبيناً موضحاً أن هناك أمر جلل وأمر عظيم يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله. وقد أصحر النبي ووضح وهو أفصح من نطق بالضاد، وبين بشكل جلي المقام العظيم لأخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والمهنأ في هذا العيد هو النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي حسب ما نقرأ ظاهر الآية حجة على جميع يعني الظاهر حجة كما يقول الأصوليون. النبي صلى الله عليه وآله الآية الشريفة طلبت منه أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والنبي كان مبلغا على طول الخط، كان مبلغا. لكن الآية بينت نكتة، الآية وإن لم تفعل، وحاش النبي أن لا يفعل، ليس من عادة النبي أن يتأخر عن الأمر الإلهي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا شك هذا مدلول، لا أريد أن أقف عليه كثيرا، لأن يفترض، نحن نتكلم الآن وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا المؤتمر الكريم الذي حرصنا أن نجمع جميع البحوث في هذا الأسبوع، أسبوع الإمامة، باعتبار أن مركز الإمامة يبدأ من أمير المؤمنين، يبدأ من علي عليه السلام وينتهي بالإمام المهدي سلام الله عليه. ففارضين المؤتمر وفق هذه الرؤية، يعني البحث أو المؤتمر ليس مؤتمرا لبيان الفقه الخلاف أو كلام الخلاف. قراءات محترمة والأروقة العلمية والحوزات والمعاهد العلمية بحثت عن هذا الأمر كثيرا ولا زالت تبحث، وألفت الموسوعات والكتب وإلى الآن، وهذا كله له مجاله. حديثنا فارضين أننا فهمنا من هذا اليوم المبارك هو الإمرة لأمير المؤمنين عليه السلام، وتنصيب أمير المؤمنين، وهو أولى بنا من أنفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا، وهذا هو الذي صدره النبي صلى الله عليه وآله. فالمهنأ هو النبي صلى الله عليه وآله، لأن الآية تقول والله يعصمك من الناس، والله إذا وعد وفى، والله عصمه من الناس. والنبي بيّن بشكل واضح ولائح ما نفهمه من هذا الحديث الشريف. طبعا نحن عندنا مخزون تراثي كبير يمتد إلى أكثر من 2.5 قرن، وهو من النبي صلى الله عليه وآله إلى غيبة الإمام سلام الله عليه، لعد 3 قرون إذا جعلنا الغيبة الصغرى، باعتبار السفراء الأربعة كان يصل إليهم ما يريد أن يبينه الإمام عليه السلام، ف3 قرون ونيف، أكثر، 329 انتهت السفارة الغيبة الصغرى. هذا التراث الضخم لا شك ولا ريب في هذه الفترة تستجلى كثير من معانيه على مستوى الفقه والرجال والتفسير والكلام، وحتى بعض البحوث التي ليس لها في واقع قضايا دينية بحتة، وإنما أمور قد تتعلق بالطب وما أشبه ذلك. فهذا التراث الضخم يعول على الباحثين الأفاضل أمثال الحضور الكريم أن يتحفونا دائما بالاستنطاق هذا التراث الكريم. والنصوص بحمد الله تعالى حافلة بما يمكن أن نضيف إلى رصيدنا المعرفي الكثير الكثير. ولذلك ضغطنا احتفالات السنة، ضغطناها في هذا الأسبوع المبارك. قد يسأل سائل كما قلت في هذا المكان في السنة السابقة أنه الجدول يخلو من الحديث عن الزهراء سلام الله عليها وعلى النبي صلى الله عليه وآله. وعنوان المبحث أو عنوان المؤتمر هو أسبوع الإمامة، مفروغ من النبي صلى الله عليه وآله أن هو خاتم الأنبياء وهو الذي أجمعت عليه كلمة المسلمين. والزهراء عليه السلام لها مؤتمر خاص جعلناه في ولادتها سلام الله عليه في 20 من جمادى الآخرة، وهو مهرجان روح النبوة، واستنطقنا الأقلام النسوية وبحمد الله تعالى حصلنا على نتائج يعني كبيرة ومبهرة. لكن جعلنا هذا الأسبوع يتمحض إلى الأئمة الهداة سلام الله عليهم. أنا في خدمة الأخوة باعتبار أن الإمامة هي مصدر التشريع عندنا، يعني وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام الإمامة هي من مصادر التشريع، يعني السنة تشمل الإمامة زائد النبي والزهراء عليه السلام. الشيء الذي أحب أن أبينه التركيز على أمير المؤمنين من أمهات المسائل وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام. حشدنا كثير من البحوث يعني في التراث على منزلة أمير المؤمنين عليه السلام. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان يستثمر كل وقت للإشارة إلى علي عليه السلام. وحتى في رواياتنا من حديثي حديث أبي حديث أبي حديث جدي إلى أن تصل السلسلة إلى الله تبارك وتعالى جبريل الله. الإمام يقول لكن للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين الفضل، كلهم هذه السلسلة المباركة، لكن يبقى أمير المؤمنين عليه السلام هو المركز المهم. إذا توضحت الصورة عنده يسهل البقية. مفتاح الإمامة يبدأ بأمير المؤمنين عليه السلام. ولعلي أتطرق بشكل يعني سريع جدا لحديث المنزلة لبيان نكتة كلامنا في أمير المؤمنين عليه السلام. حديث المنزلة من الأحاديث المشهورة عند السنة والشيعة. قراءة الجمهور شيء، قراءة الشيعة شيء آخر، لكن كحديث كنص وارد. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينزل أمير المؤمنين منزلة معينة، فيقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذه نكتة مهمة. ثم يستثني إلا أنه لا نبي بعدي. الكلام ليس في أن الاستثناء يدل على العموم أو لا، هذا كلام مفروغ منه. يعني البحث في حديث المنزلة بحث طويل جدا وأكثر من طريقة للاستدلال. والرواية لم تنص، يعني لم تذكر في غزوة تبوك فقط، وإنما أكثر من مرة ذكر النبي هذا النص. لا توجد غزوة تبوك. على كل حال أنا لا أريد أتحدث عن قضية كما قلت خلافية، لكن أحب أن أشير إلى نكتة. لماذا هذه المقارنة بين موسى وهارون؟ عندنا أنبياء أيضا تعاصر، مثلا يعقوب مع يوسف، إبراهيم مع لوط، عيسى مع يحيى. هل هناك نكتة لهذا التنزيل؟ يعني لو الآن النص عندنا أنت مني بمنزلة يوسف من يعقوب، إلا أنه لا نبي بعدي، أنت مني بمنزلة لوط من إبراهيم، إلا أنه لا نبي بعدي، هذا المعنى يؤدى أيضا منزلة والعل فيها عموم. مثلا والعمر ما بين النبي وأمير المؤمنين هو عمر الوالد للولد. النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي عمر أمير المؤمنين 32 سنة، وهذا عمر الوالد مع الولد، فيمكن أن يقارن مع إبراهيم وإسحاق، إبراهيم مع إسماعيل، يمكن أن يقارن يوسف مع يعقوب. فلو تم هذا الحديث بهذا اللسان، أو يسأل سائل لماذا هذا التركيز بين موسى وهارون؟ هل توجد نكتة أو لا توجد نكتة؟ حقيقة هذا الموضوع يستوقف الباحث. أنبياء متعاصران أو أنبياء متعاصرون كثير في القرآن الكريم وفي التاريخ. التركيز على قضية هارون من موسى لابد من وجود نكتة، وهذه النكتة مهمة. هذا جانب أتحدث عنه بشكل يعني مختصر. جهة ثانية، هناك مسألة في سورة التحريم. القرآن يتحدث أيضا عن واقعة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول إن تتوبا فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تستوجب القارئ كأنه حالة من النفير. الله يكفي، الله مولى كل شيء، الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تستوجب هذه المسألة الله وحده أليس الله بكاف عبده. أيضا تستوجب هذه النكات القرآنية، تكلم كقرآن، هذه النكات القرآنية نكات مهمة. صالح المؤمنين، من صالح المؤمنين الذي قرنه الله تعالى معه، جعله مولاه أن يدافع عنه، الله مولاه سلمنا. جبرائيل أيضا يأتي، وملك من السماء يأتي وهذه الطاقة الكبيرة، وكونه ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وهو من سادات الملائكة، ثم يحشر بالأثناء شيء يلفت النظر، صالح المؤمنين، ثم والملائكة بعد ذلك ظهير. لا شك نقرأ صالح المؤمنين لابد من شأنية عظيمة، الذي الله تبارك وتعالى يجعل من المدافعين عن النبي هو وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة، لم يبقى أحد، ملائكة، جميع الملائكة. هذا الذي يكون بهالمستوى الذي يشير له القرآن الكريم لابد فد مقام شامخ، مقام عظيم. وأنا قلت أنه حديثنا مع فرض المدرسة أهل البيت التي مبتنياتها واضحة، وعندما تتكلم وفق مبتنيات. تفسير علي بن إبراهيم القمي يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إلى قوله صالح المؤمنين. قال صالح المؤمنين هو علي عليه السلام. وطبعا عندنا روايات أخرى، لكن فقط أنا أردت أن أشير إلى السياق القرآني مع هذه الجنبة. نرجع على السؤال الأول. لو الآن نقرأ نتبرك بما يتعلق بقضية هارون وموسى. هارون وموسى الحوادث التي مر بهما كثيرة، لكن القضية المركزية كانت في قضية فرعون. بعد أن انتهوا من قضية فرعون جاء ابتلاء آخر أيضا لا أريد أن أتعرض له، لكن أحب أن أبين أن نبينا صلى الله عليه وآله عندما يتكلم لا يتكلم بجانب عاطفي أو جانب محاباة، مع أن أمام أنبياء كثيرين يقارن مع كما قلت مع يعقوب ويوسف. هذا التركيز على قضية هارون ما هو؟ لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الخطاب لموسى، سورة طه أتكلم، سورة الشعراء عندنا أيضا كلام ما راح نتعرض إليه. سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا دعوة فرعون إلى دعوة الله إلى موسى أن اذهب إلى هذا الرجل، هذا بدأ يدعي الألوهية واستخف قومه فأطاعوه، وأصبح إنسان وجوده على الأرض أصبح فيه إساءة. لكن الطريقة القرآنية بلغ، أعظ، لعله يهتدي. موسى عليه السلام يريد أن تنجح رسالته، قال: رب اشرح لي صدري، مهمة شاقة، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني. طلبات موسى: يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. من هذا الوزير؟ مشخص، قال: هارون أخي، أريد هارون. ماذا تريد من هارون؟ لاحظوا طلب موسى: أشدد به أزري يا إلهي، وأشركه في أمري. القرآن يقول: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون بالقياس إلى موسى شريك، التفتوا. القرآن يقول موسى طلب، مو معلوم الله أجاب، سان يطلب، لكن القرآن يقول: قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا الذي تريده تحقق، أنه هذا الطلب أنه يشرح صدرك ويفقه قولك. وأعطيت موسى عليه السلام، وهذا موسى هارون، أعطيت هارون عليه السلام، وهارون ماذا تصنع به؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. أمير المؤمنين ليس شخصا عاديا. القرآن يقول هذا النص، هذه الطريقة غير موجودة مع يعقوب ويوسف، غير موجودة مع إبراهيم ولوط، غير موجودة مع يحيى وعيسى. هذا النص هنا موجود. وآية التحريم عندما ترفع مقام هذا الشخص التي عبرت عنه صالح المؤمنين، ويأتي القرآن وتأتي الروايات الشريفة تفسر. فإذن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أمير لم يكن غريبا عنها. نعم هو ليس نبيا، النص يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أي منزلة أعطيها لعلي عليه السلام القرآن لا يرفضها، النبوة لا يشترك بها أمير المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد من الطائفة الشيعية المؤمنة بما جاء به حديث الغدير وبقية الأمة يقول علي رسول، والعياذ بالله. علي ليس رسول، ليس نبيا، أما ما هو مقامه مقام هارون من موسى، فيشد الأزر بأمير المؤمنين ويشرك أمير المؤمنين بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما نقرأ أن أمير يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم، هذه الطريقة لم تتالي غير علي عليه السلام. وطبعا المقام الكبير هو لمقام النبي صلى الله عليه وآله. لكن نتحدث نحن كأسبوع الإمامة وبدءا بأمير المؤمنين عليه السلام، لابد نعرف هذه المقامات، ثم عندما نتسلسل بذلك الأمر سيكون أكثر إيضاحا وفق المنهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. لا شك أن هناك يعني بحوث كثيرة إن شاء الله تعالى نستمع فيها إليها من خلال الأخوة الأفاضل الذين تجشموا عناء السفر وأتعبوا أنفسهم، وإن شاء الله تعالى نسمع بحوثا قيمة كما سمعنا في العام الماضي. يبقى شيء أحب أن أنوه، قد الوقت قد يعني لا قد يفوتنا، وهو أن الباحثين الأعزاء عندهم بحوث، أتكلم عن العام الماضي، كانت جدا مهمة، وبعضها كانت أبكار إعطاء مجال إلى الأخوة المستمعين وأنا منهم حتى يتداخلوا، على الباحث الكريم أن يبدأ ببحثه مباشرة، لأن الوقت المضروب وقت محكومين فيه يعني. وتشكراتكم بدءا كلها مقبولة. بعض الأخوة الباحثين يقضي وقتا في المقدمة تضيع النكات المهمة، يعني نحن نحرص على أن نسمع النكات المهمة في البحث، وهي نكات نستفيد منها كثير. فإن شاء الله تعالى يوفق الأخوة في بيان زبدة المخاض من البحث التي هي تكون بيت القصيد. أعتذر لتطفلي كثيرا على وقت الجلسة، لكن هذا يعني مما لا بد منه. مرحبا بكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتحفنا بما تجود به أقلامكم الكريمة ويراعكم، ونسأله تبارك وتعالى أن تجدد هذه اللقاءات. نتشرف بالاستماع والإصغاء إلى بحوث الأفاضل والمفكرين والباحثين. تمام التوفيق وكل التوفيق لكم جميعا، سائلا الله تعالى أن يتمه علينا بالخير والعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام السجاد عليه السلام في الإمامة: إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. والآن نشاهد معا الفيلم الوثائقي عن أسبوع الإمامة الدولي الأول. الإمامة مرتكز ديني جليل لكونها صنو النبوة وامتدادها الرباني ديني الذي يهدف إلى بناء الإنسان بناء إلهيا متكاملا، فأمر الجليل بأن يبلغ الناس بها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تحرص العتبة العباسية المقدسة متمثلة بأمانتها العامة وملاكاتها كافة لبث الفكر الإسلامي الأصيل ومرتكزاته الوضاءة في المجتمع والتأصيل له، وهذا ما دعا إلى مواصلة الجهد من أجل عقد أسبوع الإمامة الدولي بنسخته الثانية وفق التوصيات التي خرجت بها نسخته الأولى بمشاركة باحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية من طلبة علوم الدين والنخب الأكاديمية من الجامعات العراقية. My name is Dr. زيشان رضوان من حيدرآباد، الهند. أنا تم دعوتي من قبل العتبة العباسية المقدسة من قبل سماحة السيد أحمد الصافي، وأشكرهم جزيل الشكر إن وجودي في هذا المؤتمر الكبير لمدة 7 أيام، حيث كل يوم لدينا جلستين باسم أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام. إنها فرصة رائعة جدا وممتازة وذو فائدة علمية. أيضا أشكر جهود الإعلام، حيث أن كان بحثي حول دور الإعلام في حكومة الإمام علي عليه السلام. نشكر العتبة العباسية بهذا النظام وهذا الترتيب، والذي صار على مستوى أنه لو استمر هكذا إلى الأبد لكان مفيدا جدا، ليس فقط للعراق بل حتى للعالم كله. أعتقد أن هذا المؤتمر هو مبادرة جيدة، والتي انطلق بألق أبي الفضل عباس عليه السلام، ومن الرائع أنهم وجهوا الدعوات لعدد كبير من الباحثين من جميع أنحاء العالم. يعني هذه بحوث تناولها المؤتمر وبحثه وناقش، والذين كتبوا هكذا مقالات هم أصحاب كفاءة، هم علماء، هم مفكرون، فهذا هو التميز. هو من المواضيع المهمة والأساسية في عالم التشيع. نتمنى أن تطرح مثل هكذا مواضيع في بلدان، فقد طرحت مثل هكذا مواضيع في الجمهورية الإسلامية إيران في السنوات السابقة، ولكن لم تكن كهذا المهرجان الجامع والشامل من حيث الاستيعاب الفكري. لشخص قادم من المملكة المتحدة موضوع القدوم إلى العراق هو تجربة جديدة وتجربة غريبة، لذلك كنا بحاجة للدعم من العتبة العباسية، وقد قدمت بشكل رائع كل التسهيلات والتحضيرات اللوجستية، لذلك أنا ممتن جدا لهذه الفرصة العظيمة. شهدت النسخة الأولى من أسبوع الإمامة التي عقدت تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان الإمامة نظام الأمة، وبمشاركة أكثر من 240 بحثاً، قبل منها 151 بحثاً من 17 دولة، وكانت جميعها موفقة وملائمة لمؤتمراته 12، كما أنها حملت مضامين جاءت تتناسب مع قضية الإمامة وعنوانها المقدس، فضلا عن إنها جددت ذكرى عيد الغدير الأغر، وأثرت المكتبة الإسلامية بالبحوث. كما شملت النسخة الأولى من الأسبوع إقامة مسابقة الخط لأقوال الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ومسابقة القصة القصيرة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة فن الرسم، ومسابقة الإمامة للمقالة الأدبية، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الفنون البصرية للشباب، ومسابقة لآل الآل الشعرية بحق الإمام السجاد عليه السلام، ومسابقة البوستات الفنية ومقاطع الفيديو القصيرة. كما أقيمت ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول محافل قرآنية وورش علمية بحثية. وقد خلص الأسبوع إلى جملة من التوصيات أكدت على استمرار إقامة الأسبوع في كل عام لما حققه من إثراءات علمية تغني المكتبة الإسلامية وتعمل على تشجيع الباحثين لكتابة الدراسات المبنية على منهج أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن حث الباحثين على دراسة العلوم الأخرى كالطب والفلك والفيزياء والكيمياء وما يتفرع عنها من هذه العلوم في التراث العلمي للأئمة المعصومين عليهم السلام، والعمل على إشاعة ثقافة الانتظار المهدوي بوصفها سبيلا لتهذيب النفس وتبني السلوك الإنساني القويم. وبحس المسؤولية بدأ العمل على النسخة الثانية لهذا الأسبوع بعد انتهاء النسخة الأولى مباشرة، حيث وضعت خطة تفصيلية تطور وتعالج وتقوم فعاليات النسخة الأولى لتكون الفعاليات الثانية نسخة متجددة وفعالة على طريق النهج العلمي الذي وضعه الأئمة الأطهار عليهم السلام. فكان شعار الأسبوع الثاني: النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان: منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة. هنا كربلاء وهذا قلبها، العتبة العباسية المقدسة، حيث يجتمع أهل العلم والثقافة للدراسة والبحث في الأمر الإلهي والكتاب المنزل وفق قراءة عصرية لمنهاج الأئمة المعصومين عليهم السلام. على بركة الله تبدأ فعالية أسبوع الإمامة الدولي الثاني. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق 14 نورا من نور عظمته قبل خلق آدم 14,000 عام، فهي أرواحنا. فقيل له: يا ابن رسول الله، عدهم بأسمائهم، فمن هؤلاء 14 نورا؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، و9 من ذرية الحسين، و9 القائمهم، ثم عدهم بأسمائهم. ثم قال: نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد رسول الله، ونحن المثاني التي أعطاها الله لنبينا، ونحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة. والآن مع قصيدة من الشعر العمودي بهذه المناسبة يلقيها الشاعر السيد مهند جمال الدين، فلنستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كان أن بدد الظلام، كان أن بدد المتيه وقام، كان أن بدد المتيه وقام وطوى الشك دونه والظلام، كان أن بدد المتيه وقام وطوى الشك دونه والظلام، وتحدى هواجسا تقتل الفكرة لتبقى في غيها إيهاما، ومضى يسأل الوجود وما زال يروي في دربه استفهاما. هل ترى تمت الرسالة بالوحي وأرست في آيه الإسلام، أم ترى ظلمة العقول ستبقى باحتياج إلى الضياء تماما؟ وترى نهجه يظل بلا رشد إذا لم يصد عنه السهام ويعد الحجى إليه رشادا ويفك القيود والأوهام ويرى النور آخذا بيديه لطريق لا يقبل استسلاما. إنه القلب لم يزل مستضيئا بهداه ولم يزل مستهاما. إنه القلب لم يزل مستضيئا بهداه ولم يزل مستهاما سكنته فجائع من دموع، وبه الحزن قد غفى وأقام، غير أن الأوجاع مهما تراءت وقسى صوت حكمها وتعامى سوف تسمو بحزنها وتغني وتضيء التاريخ عاما فعاما. غير أن الأوجاع مهما تراءت وقسى صوت حكمها وتعامى سوف تسمو بحزنها وتغني وتنير التاريخ عاما فعاما. أنت يا قلب لم تجد غير قلب كان حصنا على المدى وحساما. أنت يا قلب لم تجد غير قلب كان حصنا على المدى وحساما، قارئا في كتابه كل حين جعل الله للأنام إماما. أنت يا قلب لم تجد غير قلب كان حصنا على المدى وحساما، قارئا في كتابه كل آن جعل الله للأنام إماما. فإذا طرت في فضاه ستنجو، وإذا صنت عزمه لن تضام. فإذا طرت في فضاه ستنجو، وإذا صنت عزمه لن تضام. مذهب الحق والإمامة نهج، مذهب الحق والإمامة نهج رسمته حرية تتنامى. مذهب الحق والإمامة نهج رسمته حرية تتنامى. لن يبالي إذا ترنح قوم عن هداه ولن يعيش انهزاما. لن يبالي إذا ترنح قوم عن هداه ولن يعيش انهزاما. من علي توهجت لغة الإيمان حتى توزعت أفهاما. من علي توهجت لغة الإيمان حتى توزعت أفهاما. ومن المجتبى تضاعف حلم وهو يختار حكمة وسلاما. والحسين الشهيد أضحى شعارا زارعا في طريقه الإقدام. والحسين الشهيد أضحى شعارا زارعا في طريقه الإقدام. وعلى نابض الزمان بنوه جنة تزدهي وفيض خزاما. من علي توهجت لغة الإيمان حتى توزعت أفهاما. ومن المجتبى تضاعف حلم وهو يختار حكمة وسلاما. والحسين الشهيد أضحى شعارا زارعا في طريقه الإقدام. وعلى نابض الزمان بنوه جنة تزدهي وفيض خزاما. أيها العاشقون في كل أرض والموالون في المدى أعواما، قد بهرتم روح الوفاء وكنتم صفوة الناس إذ حييتم كراما وحفظتم أركان دين قويم وحميتم عقيدة ونظاما وصبرتم على الأذى يوم راحت أزمات تسوقكم إرغاما ونهضتم والكون يصغي إليكم وسنا غير هديكم ما راما وحدتكم مودة الآل عمرا فحذاري بأن تعيشوا انقساما نحن أدرى صفوفكم سامها الحقد زمانا ومزقت أجساما فتعالوا إلى ربيع قلوب كنتم الخير فوقه والغمامة فهنا قبلة الحنان وفيها نحفظ العهد والمنى والغرامة مسجد من وداعة حضن الصبر وفيه الولاء صلى وصام وهنا روضة الإخاء وندري قسم عندها الجمال مقاما وهنا ملتقى المودة والعشق ومرحى بالعاشقين القدامى حلل الله عشقنا وهو أسمى وسوى عشقنا يظل حراما يا أبا الفضل والفضائل عذرا إن غدونا على هواك نداما فلنا في انتشائنا منك سحر كان في صفقة الكؤوس مداما وحديث عن البطولة يسمو حول معناك يستفز الأنام عشت فوق الحياة جيلا فجيلا وبك البأس لن يذوق الحماما كان أن أخرس المواهب حتى قد تهاوت ولن تجيد الكلام والفرات الذي سقاك دموعا قد جرى فيك أنهرا تترامى وانطفاء العيون كان انطفاء أم خلودا يفجر الإلهام حملت جثة الرمال كفوف شامخات بجرحها تتسامى يا أبا الفضل والإمامة سر لاح من قبة الوفاء وساما لاح من قبة الوفاء وساما قد رعى تاجه البهية أمين، قد رعى تاجه البهية أمين إذ دعاه يوم الغدير فقام. يا أبا الفضل والإمامة سر لاح من قبة الوفاء وساما قد رعى تاجه البهية أمين إذ دعاه يوم الغدير فقام عزمه أوقف المحال، عزمه أوقف المحال وأضحى دونه السير يتعب الأقدام، عزمه أوقف المحال وأضحى دونه السير يتعب الأقدام، ليس يفنى من كان صدرا كبيرا وبه القلب ساهر لن ينام، وبه القلب ساهر لن ينام. مع الاعتذار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سلمان رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فلما نظر إلي قال: يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. قال: قلت يا رسول الله، عرفت هذا من الكتابين. قال: يا سلمان، فهل علمت نقبائي 12 الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته، وخلق من نوري علياً فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه. فسمانا الله عز وجل ب5 أسماء من أسمائه: فالله المحمود، وأنا محمد، والله العلي، وهذا علي، والله فاطر، وهذه فاطمة، ولله الإحسان، وهذا حسن، والله المحسن، وهذا الحسين. ثم خلق من نور الحسين 9 أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية أو أرضا مدحية. والآن يتفضل سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه لتكريم نخبة من الشخصيات التي لها الأثر البارز في الساحة العلمية، والتي رفدت المكتبة الإسلامية بموضوعات الإمامة. نود إعلامكم أن التكريم الأول لآية الله السيد علي الميلاني، الذي تعذر حضوره بسبب عارض صحي أدى به إلى إجراء عملية، نسأل الله تعالى أن يلبسه ثوب العافية بحق محمد وآل محمد. يتفضل سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد الدكتور محمد تقي سبحاني إلى المنصة للتكريم. التكريم أسفل المنصة. يتفضل سماحة العلامة السيد هاشم الميلاني إلى المنصة للتكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا للسيد أحمد الصافي دام عزه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن جناب الشيخ. عن الصادق عليه السلام أنه قال: نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله، وعدونا أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة. والآن نترك المنصة لفضيلة الشيخ الدكتور حسام العبيدي ليدير جلسة البحث الافتتاح عن عنوان المؤتمر يلقي البحث العلامة الشيخ علي الجزيري، فلنستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله وآل محمد. الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمقامات، مكانتكم في القلوب جميعا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب المولى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ على بركة الله بالجلسة الافتتاحية لأسبوع الإمامة بنسخته الثانية. سأكون فيها بخدمتكم، وأتشرف أيضا بكلمات تعرف عن سماحة الشيخ العلامة علي الجزيري الأحسائي. سمحتم تحذفونه باختصار ولا باختصار؟ نعم، ولو بذكر بعض الكتيبات التي صدرت بأقلام تلاميذكم تقريرا لأبحاثكم، استجابة لرغبة الشيخ العلامة علي الجزيري الأحسائي. أمتثل لأمره وأتشرف إذن بدعوته لإلقاء ما يجود به على مسامعنا، فليتفضل مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في الحديث عن الإمامة لابد أن نتحدث عن الغدير، لأن الغدير هو المكان الذي تم فيه أخذ البيعة بالإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله مكانة أمير المؤمنين في الأمة، ومكانته من بعده صلى الله عليه وآله في مواضع كثيرة منذ بدء الدعوة، ولكن يوم الغدير يوم تميز فيه البيان عن سائر البيانات. الحديث عن الغدير سنجعله في محاور ثلاثة. الأول، أن الغدير حديث أم حادثة؟ والثاني، في ثبوت واقعة الغدير، والثالث في دلالته. أما الحديث عن أن الغدير حديث أم حادثة، فهذا الحديث حديث عام لا يخص الغدير، بل يجري في جملة مما يوجد في التراث الإسلامي بعنوان أحاديث، مثل المباهلة، فإنها تنقل في الكتب بعنوان حديث المباهلة، ولكنها حادثة المباهلة، مثل يوم الراية، يوم أن أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الراية لعلي. المشهور في كتب المسلمين أن هذا حديث الراية، والحال أن هذه حادثة الراية. كذلك مواقف أخرى أيضا تشبه هذا، حتى ما يعرف بعنوان حديث الطير، فإنه حادثة الطير وواقعة الطير وليس فقط حديث الطير. صحيح إن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هو محط التركيز ومصب الأضواء ومجمع الحجة، هذا صحيح، ولكن الحادثة فيها مزايا، وسأشير إلى مزيتين لأجلهما أردت أن اقترحت أن توضع لهذه المأثورات في تاريخ الإسلام عنوان الحادثة لا الحديث. بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ببراءة، هذه حادثة وليست حديثا فقط. ما الذي يميز الحادثة عن الحديث؟ الذي يعنيني أمران، الذي لأجله أردت تغيير العنوان، أمران. الأمر الأول أن الحادثة إذا أخبر عنها، فكما يقول علماء الأخبار في الدراسات الأكاديمية للصحافة، يقولون إن الخبر المكتمل العناصر يجب أن يجيب عن أسئلة 6: ماذا ومن ومتى وأين وكيف ولماذا. وإذا لم يجب الخبر عن هذه الأسئلة 6 فهو خبر ناقص، وإذا كان خبرا ناقصا فإن المتلقي سيفترض إجابات عن هذه الأسئلة 6، وهذه مزية للحادثة على الحديث. إذا نقل الحديث بعنوان أنه حديث فإن المتلقي لن يفترض أسئلة يراها من اللازم أن يبحث عن جوابها، إما أن يأتيني المتحدث والمخبر بجواب عنها، وإلا فإني سأقوم بالتفتيش والبحث عن جوابها. كيف ولماذا؟ وهذان هما السؤالان المهمان عندنا في دراسة هذه النصوص. إذن هذا هو الحافز الأول لتغيير العنوان. والحافز الثاني لتغيير العنوان أن الحديث كلام، مقولة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه المقولة في كثير من الأحيان تكون محتفة بجملة من القرائن، وهذه القرائن بعضها ليس من صنع النبي صلى الله عليه وآله، بل من ملابسات مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه القرائن ستضيع إن نقلنا الحديث بوصف أنه حديث، ولكن إذا نقلناه بصفة أنه حادثة فلا بد أن ننقل جميع أجزاء وملابسات هذه المقالة، وسوف نفرض على الناقل أن ينقل القرائن أيضا ليكون الحديث المنقول حديثا واضح المعنى. هذا بالنسبة للمحور الأول، أكتفي في هذا المحور بهذا المقدار. وأما ثبوت هذه الحادثة، حادثة الغدير حادثة ثابتة نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير. هذه الحادثة منقولة في مصادر الشيعة بالنقل المتواتر، بل إن نقل حادثة الغدير عند الشيعة أمر يعرفه الصغير عن الكبير، ليس أمرا خاصا بالمحدثين وعلماء الحديث، هو أمر يعرفه عامة الشيعة. أهل البيت عليهم السلام ما تركوا هذه الثغرة دون سد. يوم الغدير هو يوم عبادات متعددة مستحبة، ليس يوم عبادة واحدة. من هذه العبادات زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، وفي زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير زيارة مخصوصة طويلة مشتملة على تفاصيل واقعة الغدير مع بيان مزايا أمير المؤمنين عليه السلام. لا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وقد قرأها في مناسبة زيارة الغدير أو في غيرها. ينبغي للمؤمن أن يقرأ زيارة الغدير، بل ينبغي له أن يكرر زيارة الغدير. ومن يقف على كلام ابن أبي الحديد في الخطبة التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام في الموعظة، والتي قال فيها ابن أبي الحديد: إني لازلت أقرأ هذه الخطبة حتى بلغ عدد قراءتي لها 1000 مرة. قرأتها، قرأها طيلة 50 سنة. يقول: وكلما أقرأها أتأثر بها. زيارة الغدير مثل هذه الخطبة، كلما مر بها الإنسان تأثر بها. نظير الزيارة الجامعة، كلما قرأتها تتأثر بها وكأنك تقرأها للوهلة الأولى. زيارة الغدير هكذا. إذن أهل البيت عليهم السلام أحيوا واقعة الغدير في ثقافة الشيعة. هذا حال هذه الواقعة وثبوتها عند الشيعة. وأما عند غير الشيعة فإن رواة حادثة الغدير كثيرون جدا، حتى إن جمعا من أئمة علماء الحديث عند غيرنا قد صنفوا كتبا أفردوها في جمع أسانيد حديث الغدير أو واقعة الغدير. من هؤلاء الطبري، الإمام المعروف عندهم المتوفى سنة 310، وهو أحد الأئمة عندهم، بل يعد من أصحاب المذاهب، يعني زيادة على المذاهب الأربعة. الطبري جمع في طرق حديث الغدير، أخرج واقعة الغدير من طريق أكثر من 70 صحابيا. هذا ما جمعه الطبري، حديث أو واقعة ينقلها أكثر من 70 من الصحابة. ألا تفيد اليقين؟ ابن عقدة من أئمة الحديث أيضا قد خرج واقعة الغدير من طريق 105 نفس من الصحابة. إذن واقعة الغدير واقعة متواترة في طرق غيرنا. بل أخبر وحكى الشيخ الأميني رحمه الله عن بعض أئمة القوم أن واقعة الغدير قد نقلت من طريق 120 من الصحابة، ونقل عن بعضهم أنها نقلت من طريق 150 من الصحابة، وأخبر أيضا رحمه الله عن بعضهم أنها نقلت من طريق 250 من الصحابة. طيب، هذه الواقعة التي يخبر عنها هذا العدد الكثير من الصحابة ألا تفيد اليقين؟ هذا العدد وحده كاف في إفادة اليقين. كيف والقوم قد عدوا بعض الروايات التي نقلها 8 من الصحابة من الحديث المتواتر، بل عدوا بعض الروايات التي نقلها 4 من الصحابة من الحديث المتواتر، وواقعة الغدير تمتاز عن تلك الروايات، زيادة على العدد الكثير الذي لواقعة الغدير. فإن الناقلين لواقعة الغدير من مختلف الأشربة، وهذا عامل كيفي يؤثر في حصول اليقين من عدد الناقلين لواقعة الغدير. ما هي أطياف ناقلي واقعة الغدير؟ عندما نتحدث عن أطيافهم فإننا يجب أولاً أن نتحدث عن أشرفهم، وهم أصحاب الكساء عليهم السلام. واقعة الغدير نقلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكفى. واقعة الغدير نقلتها فاطمة الزهراء عليها السلام، وكفى. واقعة الغدير نقلها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو الطيف الأول من ناقلي واقعة الغدير. الطيف الثاني شيعة أمير المؤمنين الخلص، الأربعة الفضلاء، المقداد، سلمان، أبو ذر، عمار، من ناقلي واقعة الغدير. الفضلاء الشيعة المخلصون لأمير المؤمنين عليه السلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، غير الفضلاء الأربعة، كانوا من نقلة حديث الغدير: خزيمة ذي الشهادتين من رواة حديث الغدير، المسارعون إلى العودة إلى أمير المؤمنين أبو سعيد الخدري، عبد الله بن مسعود، هؤلاء من نقلة حديث الغدير، هاشم المرقال من نقلة حديث الغدير. ومن نقلة حديث الغدير من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام، عمر من رواة حادثة الغدير. ممن نقل حديث الغدير من حارب أمير المؤمنين عليه السلام: عائشة من رواة حديث الغدير، طلحة من رواة حديث الغدير، عمرو بن العاص من رواة حديث الغدير. ومن رواة حديث الغدير أيضا من لازم الحياد السلبي. نحن نقول الحياد السلبي، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عد هذا الطريق، أي طريق علي، عده الحق، فلا حياد مع الحق. والذي يوصف بأنه حياد وهو ترك للحق لابد أن يقال في جنبه بالحياد السلبي. وهذا الخط يدخل فيه سعد بن أبي وقاص، فإنه لم يكن ضمن جيش أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يحارب أمير المؤمنين لا في الجمل مع عائشة، ولا في صفين مع معاوية، ولا في النهروان مع الخوارج. وممن لزم الحياد السلبي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس، هؤلاء جميعا لم يكونوا مع أمير المؤمنين عليه السلام، وهؤلاء جميعا رووا واقعة الغدير وحادثة الغدير. إذن واقعة الغدير إذا نظرنا إليها في طرق غيرنا وأسانيد غيرنا وجدنا أنها نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير مع مزية، وهي تنوع ناقلي حادثة الغدير. وهذا يوجب اليقين بصدق النقل لهذه الواقعة. ومع أن واقعة الغدير واقعة منقولة بالنقل المقطوع صدقه، وقد صرح بذلك من أئمة القوم جماعة كثيرة، أكتفي بذكر واحد منهم وهو الذهبي، وهو ليس بمتهم في الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وكفاك بينا وبيانا لحال الذهبي من أمير المؤمنين عليه السلام موقفه من بعض الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: يشهد القلب بكذبه، وأنا أصدقه، وأنا أصدق الذهبي، فإن قلبه واضح أنه لا يقبل مثل هذه الفضيلة. طيب، هذا واحد ممن أقر بإفادة أخبار الغدير لليقين، قال: أتيقن أن رسول الله قال. طيب، مع ذلك يوجد من شاغب على حديث الغدير بمشاغبات متعددة، نحن نذكر بعضها وبعضها قد ذكرناه في مناسبات سابقة، لذلك لا نريد أن نكرر. نذكر بعض المشاغبات، منها أن هذا الحديث لم يروى في الصحيحين، وهذا من المشاغبات الباردة على واقعة الغدير. أولا، لأننا إذا قلنا إن الحديث عن حادثة الغدير لا عن حديث الغدير فهذا الكلام فاسد. لأن مسلما في صحيحه قد نقل حادثة الغدير. نعم، مسلم لم ينقل حديث الغدير، لكنه نقل حادثة الغدير. روى مسلم في صحيحه من طريق عن زيد بن أرقم، متى؟ عندما كبرت سنه جاءه 3 نفر وشكلوا عليه ضغطا معنويا، قالوا له يا زيد إنك لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت منه. هذا يسمى في هذا الزمان رشوة معنوية في بعض المراكز الحكومية، يعتبر هذا شيئا ممنوعا. على أي حال، هذه الرشوة المعنوية لماذا؟ لو أنه كان يحدث بحادثة الغدير ما احتاج هؤلاء أولا أن يأتي 3 نفر معا ليقولوا له ليشكلوا ضغطا عليه، إن أنكرت فيوجد شهود عليك. أولا أن يأتي 3 نفر، ثم أن يستهلوا مطلبهم بهذا الاستهلال الذي فيه نوع من التكريم واللباقة والدبلوماسية كما تقولون. طيب، يعني أهل العلم لا يقولون هذا، يعني كما يقول الصحفيون. طيب، إذن مع هذه المقدمة زيد أسقط في يده، ومع ذلك قال إني كبرت سني، فإذا حدثتكم بشيء فخذوه وإذا لم أحدثكم فاعذروني. ثم حدثهم بحادثة الغدير، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بمكان يدعى خما وذكر الحادثة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن في حادثة الغدير مرجعية أنه ترك في الأمة ثقلين، كتاب الله وعترته صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يخبرهم أن رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أعني إن زيداً لم يخبر فيما رواه مسلم في صحيحه، ولكن زيد نقل عنه خبر حادثة الغدير في غير مسلم، وبيّن مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فعلي مولاه. إذن حادثة الغدير منقولة في الصحيحين. القول بأن حادثة الغدير، المشاغبة على حادثة الغدير بأنها لم تروى في الصحيحين، ليست صحيحة. طيب، ثم ولتكن حادثة الغدير ليست منقولة في الصحيحين، فهذا أيعيب الصحيحين أم يعيب قطعية حادثة الغدير؟ الجواب إن هذا يعيب الصحيحين ولا يعيب قطعية حادثة الغدير. وهذا نظير موقف الصحيحين من روايات التبشير بالمهدي، فإن روايات التبشير بالمهدي كثيرة جدا، بلغت من طرق غيرنا في إحصاء بعض أئمتهم نحو من 300 رواية وأثر في التبشير بالمهدي، ولكن البخاري ومسلم لم يكترثا لروايات التبشير بالمهدي. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع أئمة السلفية من الأخذ بروايات التبشير بالمهدي، حتى إن إمامهم في عصر قريب، يعني فيما أدركناه، ابن باز كان يحكم بكفر منكر المهدي، لأن منكر المهدي مكذب للروايات القطعية التي جاءت في التبشير بالمهدي، مع أن روايات التبشير بالمهدي ليست في الصحيحين. ومع ذلك فإن واحدا من أئمتهم يحكم بكفر منكر المهدي. إذن خلو صحيحين من رواية واقعة الغدير يشي بل يدل على خلل في الصحيحين، لا على خلل في واقعة الغدير. هذا حديث متواتر لم يروه الصحيحان، ومن الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي لم يروها الشيخان في الصحيحين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فإنه حديث متواتر عند القوم ولم ينقله الشيخان في الصحيحين. وإذا لاحظت هذه الأحاديث الثلاثة، حديث الغدير وحديث التبشير بالمهدي وحديث سيدة شباب أهل الجنة، وهي أحاديث متواترة، وجمعت إلى هذا ندرة الحديث المتواتر في التراث الإسلامي، بل ندرته جدا، إذا أخذت هذا بعين الاعتبار ووجدت أن هذه الأحاديث النادرة المتواترة قد خلت صحيحان منهما، وهذه الأحاديث بأجمعها أي ثلاثتها تخص أهل البيت عليهم السلام. إذن ما قصة الشيخين مع أهل البيت عليهم السلام؟ من هذا الوجه يكون خلو الصحيحين من حديث الغدير يغمز في الصحيحين بل يدل على عيب فيهما لا في حديث الغدير. ولو أن القوم سكتوا عن الاحتجاج بخلو الصحيحين عن خبر واقعة الغدير لسكتنا، ولكن لأنهم تحدثوا فنتحدث، وإن عدتم عدنا. مسلم كان في نيسابور، وكان البخاري في نيسابور، وكان ثمة إمام من أئمتهم يوجد أيضا في نيسابور، وكان عنده أحاديث الزهري، وكان يسمى الذهلي. وهذا الإمام المعاصر للبخاري ومسلم كان يوصي به أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل في طبقة أستاذ الذهلي، ومع ذلك كان يوصي به. وقع اختلاف بينهم في مسألة خلق القرآن. ثمة أشير إلى قولين، القول الأول أن القرآن مخلوق، والقول الآخر أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. البخاري ومسلم كانا يريان الرأي الثاني، أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. طيب، البخاري ومسلم والذهلي كانوا موجودين في نيسابور. مسلم كان يختلف إلى البخاري، يعني كان تلميذ البخاري، وكان يختلف إلى الذهلي، وأخذ عن الذهلي علما كثيرا. الذهلي كان يرى أن القرآن ليس بمخلوق، وأن اللفظيين مبتدعة بل جهمية. وفي يوم من الأيام الذهلي يعلم بموقف البخاري وكان شديدا عليه، حتى إن البخاري بلغه مقالة الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في بلد. فانسحب البخاري من نيسابور، هرب. طيب، الذهلي في يوم من الأيام في مجلس درسه قال: لا يحضر مجلسنا من يقول بخلق القرآن، وهو يعلم بمسلم وأنه كان يرى القول بأن لفظه في القرآن مخلوق. فوضع مسلم رداءه على رأسه وخرج من درس الذهلي. وبعد أن خرج أرسل إلى الذهلي ما أخذه عنه من العلم حمل رجل. هذا العلم الكثير الذي أخذته من الذهلي هذا ما هو حتى تعيده إليه؟ الذهلي طردك من مجلسه. أنا لا أقول إنه أمر يسير. طردك من مجلسه يعني أهانك على رؤوس الأشهاد. المسألة صعبة، ولكن العلم الذي أخذته منه إن لم يكن بأجمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن فيه جملة وافرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ليس ملكك الشخصي يا مسلم. كيف تعيد هذا العلم إلى الذهلي؟ كيف تترك هذا العلم لمجرد أنه طردك من مجلسه؟ هذا علم، هذا حق أم ليس بحق؟ كيف تتخلى عن هذا العلم وتعيده إلى صاحبه؟ هل هذا علب ماء بسكويت أخذته من الذهلي حتى تقول الرجل الذي أعطاني هذا التفاح لا أريد منه هذا التفاح لأنه طردني من مجلسه؟ هذا ليس تفاحا، هذا ليس بصلا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حق. كيف ترده على الذهلي وقد استفدته منه في مدة تقدر بسنوات؟ هذا يبين درجة زهد مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إنه يعيد حديث رسول الله إلى الرجل الذي أخذ منه لمجرد أنه أهانه. مثل هذا الرجل نقول: إذا كان لم يروي حديث الغدير فإن عدم روايته لحديث الغدير يدل على أن حديث الغدير ضعيف. من قال هذا؟ لعل مسلم أخذ حديث الغدير عن أناس بينه وبينهم عداوة شخصية لسبب أو لآخر، كما وقعت العداوة الشخصية بينه وبين الذهلي لأنه طرده من مجلس درسه، فترك أحاديث رسول الله التي أخذها عنه، أيضا ترك هذا الحديث الذي أخذه من محدثين آخرين. إذن ترك الصحيحين لنقل الحديث لا يوجب ضعف الحديث. الملاحظة الأخيرة على هذه المشاغبة، أن الصحيحين إذا لم يرويا حديثا، لو أننا قلنا إن عدم نقل الشيخين للحديث في صحيحيهما يوجب طرح الحديث، فما الذي ينتج عن هذا؟ الذي ينتج عن هذا أن جميع المجاميع الحديثية التي عند القوم يجب أن نقول في الروايات التي فيها أنها إما أن تكون روايات، إما أن تكون كل واحدة من الروايات موافقة لما في الصحيحين أو تكون مخالفة لما في الصحيحين. فما كان منها موافقا لما في الصحيحين فلا حاجة له، لأنه يوجد في الصحيحين، يا نسائي ويا ترمذي ويا أحمد بن حنبل قبل الصحيحين ويا بقية ويا ابن داود. كل واحد من المحدثين إما أن تكتب في كتابك حديثا موافقا للحديث الذي في الصحيحين فلا حاجة له، لأنه يوجد في الصحيحين والحجة قد تمت، وإما أن تكتب حديثا ليس في الصحيحين، وهذا ليس بحجة، لأن خلو الصحيحين منه دليل على عدم صدوره. فإذا ما فائدة كتابة أي كتاب في الحديث بعد الصحيحين؟ هذه مشكلة يواجهها من احتج بخلو الصحيحين من حديث واقعة الغدير، فليجب عنها إلى يوم القيامة. طيب، ثم 10 دقائق بقي، سنكتفي بالجهات الثانية إذا. ثم كم من العلماء قد استدرك على الصحيحين؟ نكتفي بواحد، الحاكم النيسابوري. قالوا إنه متسامح، نقول سنتسامح في تسامح الحاكم النيسابوري، ونقول لا بأس، الحاكم النيسابوري متسامح. لكن هل يعني هذا أن كل ما جاء في مستدرك الحاكم ليس بصحيح؟ أي لا يصح من مستدرك الحاكم شيء، أم يوجد فيه الصحيح؟ سنأخذ بحكم الذهبي لأنه إمام أهل الحديث عند القوم. كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين فيه 9588 حديثا. الذهبي يقول إن هذا الكتاب ثلثه صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ثلث الكتاب، يعني حدود 3196 حديثا صحيح على شرط الشيخين. ثم يقول الذهبي ربع الكتاب صالح أو حسن أو جيد، هو عبر بواو، صالح وحسن وجيد. ربع الكتاب يعني 2396. كم أحاديث البخاري؟ أحاديث البخاري في حدود 2000 حديث، يعني إذا أسقطنا المتكرر منها. إذن هذا الاستدراك بهذا العدد على صحيح البخاري يبين أن البخاري قد ترك من الصحيح أكثر مما جمع، هذا فقط بنظرة واحدة إلى كتاب واحد وهو مستدرك الحاكم. هذا فيما يرتبط بالمشاغبة على واقعة الغدير بلحاظ خلو واقعة الغدير أو خلو الصحيحين عن واقعة الغدير. ثمة مشاغبة أخرى باردة أيضا تذكر ربما في قديم الأيام وفي هذه الأيام أيضا، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان خرج من مكة بعد أن أدى الحج فلا يمكنه أن يصل إلى الجحفة في اليوم 18 من ذي الحجة، المدة لا تكفي. وهذه مشاغبة باردة، يكفيكم أن ترجعوا إلى الخرائط في هذا اليوم وأن تنظروا إلى المسافة بين مكة والجحفة. يعني في هذا الزمان الأمر يسير جدا، يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج، لن نعمل دعاية لبعض البرامج، يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج خرائط لتجدوا أن المسافة بين مكة والجحفة في حدود 178 كيلو. 178 كيلو، كم من الوقت تحتاجه لسير القافلة؟ لنفرض أن القافلة تسير بسرعة 10 كيلو في الساعة، سنقول 5 كيلو في الساعة، يعني أضعف الإيمان. 5 كيلو في الساعة، وفي اليوم يسيرون 10 ساعات، إذن في النتيجة في كل يوم يسيرون 50 كيلو. 50 كيلو لكي يقطعوا مسافة 180 كيلو يحتاجون إلى 3 أيام وشيئا من اليوم الرابع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في اليوم 13 فيمكنه أن يصل في اليوم 17 إلى الجحفة، فإذن المدة تكفي. ثم إذا كنت يعني تفكر بطريقة القدماء فارجع إلى مسير رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج من المدينة كما يقول البخاري ل5 بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة ل4 خلون من ذي الحجة. وحيث إن هذا الرقم فيما قال ابن حجر فيه خطأ، فالمقصود ل4 بقين، خرج من المدينة ل4 بقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة ل4 خلون من ذي الحجة. فالنتيجة أنه في مدة سيره من المدينة إلى مكة هذه المسافة قطعها في 7 أيام. إذا كانت المسافة من المدينة إلى مكة تقطع في 7 أيام في ذلك الزمان، فيجب أن ننظر إلى المسافة من مكة إلى الجحفة، أهي تعادل المسافة من المدينة إلى مكة؟ لا تعادلها. المسافة من المدينة إلى مكة 434 كيلو، المسافة من مكة إلى الجحفة 178، إذن المسافة ثلث المسافة أو قل أقل من نصف المسافة بقليل. إذا كانت المسافة بين المدينة ومكة تقطع في 7 أيام، فالمسافة بين مكة والجحفة يكفيها 3 أيام، نقول 4 أيام. إذن هذه المشاغبة مشاغبة باردة لا تستحق أن تعطى أهمية، وأما الدلالة فلها وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ، الشكر الجزيل لحسن إفادتكم، والشكر موصول لحسن إصغاء الحاضرين. إن كانت هناك مداخلات مع سماحة الشيخ العلامة مرحب بها. نعم إذا سمحتم شيخي أسجل الأسماء للراغبين بالمداخلة ليداخلوا واحد تلو الآخر. بلي الشيخ الجليل اسم الكريم الشيخ علي. هل هناك مداخلة أخرى غير الشيخ علي؟ تفضلوا سماحة الشيخ الاسم الكريم. نعم طيب تفضلوا فضيلة الشيخ علي بمداخلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا في البداية السيد حفظه الله بالمداخلة. أنا عندي ثلاث مداخلات في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. المحور الأول، سماحة الشيخ اقترح أن يبدل العنوان من الحديث إلى الحادثة. أنا ما أفهمه أن الغدير بحسبه إن نقل كواقعة تاريخية فينقل في كتب التاريخ ويقال أنه حادث، وإن نقل في كتب الروايات فينقل اللفظ على أنه حديث. أما القرائن فالمفروض أن صاحب الرواية يوكل القارئ إلى كتب التاريخ التي تنقل القرائن، أو ربما في الغالب ينقل بعض القرائن. فإذا كان سماحة الشيخ يقترح أن تبدل أو يبدل العنوان في كتب التاريخ وفي كتب الحديث، في كل الحالتين تسمى حادثة بحيث يتداخل علم التاريخ وعلم الحديث. هذا كلام الأول. نعم. الثانية أنا ما فهمته من كلام سماحة السيد حفظه الله في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر مخصص للحديث عن حادثة الغدير على أنها مفروغ من وقوعها وإنما نبحثها وفق متبنيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أنه لا بد أن نبدأ من بعد حادثة الغدير. الرجوع إلى الوراء كأنه يعني خلاف المنهج المعادل لهذا المؤتمر. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في قضية ما نقل عن مسلم، ممكن أن يقال أن شخصا يعني من طرف يعني من جهة أخرى يقال أن رد الحديث يعني ليس عن قضية نزاع شخصي، وإنما الهذلي الذي ذكره سماحة الشيخ بالنسبة لمسلم على أساس هذه العقيدة التي يعتقدها أصبح شخصا لا تنطبق عليه ضوابط الراوي الذي يمكن أن يعتمد عليه. جزاكم الله ألف خير والحمد لله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. تفضلوا فضيلة الشيخ مصطفى العاملي، تفضلوا. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرتم في سياق كلامكم التفريق بين الحديث والحادثة، وأشرتم إلى مائز بينهما وهو ما يتعلق بالقرائن المتعلقة بنقل الحادثة. هنا يطرح سؤال عندما نناقش هذه المسألة من خلال ما ذكرتم. هناك عدد كبير ممن نقلها، كيف نستدل على صحة القرائن التي نقلها البعض دون أن ينقلها البعض الآخر؟ وشكرا. نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ. إذا سمحتم سماحة الشيخ، بالنسبة لمداخلة الشيخ علي هناك أسئلة من أما إن رغبتم أجيب عن السؤال الثاني فبخدمتكم. تفضلوا بخدمتكم. تفضلوا بعدكم. أما أن الحديث ينقل في كتب الحديث والحادثة تنقل في كتب التاريخ، فالجواب أن حادثة الغدير تنقل في كتب العقيدة وتنقل أيضا على المنابر، وهي تنقل في كتب الحديث وتنقل في كتب التاريخ. وإذا نظرتم إلى عنوان الغدير في كتب العقيدة مثلا، افتحوا دلائل الصدق، انظروا في دلائل الصدق، وهو كتاب من أنفس الكتب وأشرفها في علم الكلام. كيف عنون الغدير؟ عنونه بعنوان الحادثة أم بعنوان الحديث؟ إذن الأمر لا يقتصر على كتب الحديث وكتب التاريخ حتى تكون العناوين جاهزة، توجد كتب أخرى أيضا. وأما أن حديث المؤتمر فيما بعد الفراغ عن أصل ثبوت واقعة الغدير، فهذه يعني ملاحظة ليست سؤالا لي. هذا هو الحديث الذي وجدت أن أطرحه، وملاحظتكم يعني موضع احترام. طيب، وأما الثالث؟ الثالث رد مسلم لأحاديث أستاذي. وأما رد مسلم لروايات الذهلي، هو لم يعب على الذهلي أنه سقطت الثقة به، وأنه بعد أن قال ما قال فإنه ليس بثقة، بل هو باق على الوثاقة. وإذا كان باقيا على الوثاقة فلماذا يترك الحديث الذي نقله له؟ نعم، لو أنه انكشف له أن الذهلي رجل وضاع بعد أن طردني من المجلس، انكشف لي أنه رجل وضاع، وأنه وضع جميع الأحاديث التي أخبرني بها، وهذه فرضية ما أشبه يعني بالدعابة، لا يمكن قبول مثل هذا، فإن كثيرا من الأحاديث متيقنة إما من جهة أنها متواترة، أو من جهة أنها محفوفة بالقرينة، وإذا كانت محفوفة بالقرينة فإنها مما يعلم صدقه، وإذا كانت مما يعلم صدقه فلا يعقل أن يقال في حقها إنها من الأحاديث التي اكتشف الذهلي فجأة، جاءه حدثته الملائكة بعد أن طرده مسلم أن مسلما قد وضع جميع الأحاديث التي حدثه بها. إذن لم يبق وجه محتمل لترك مسلم لهذه الأحاديث إلا الخصومة الشخصية. وأما ما تفضل به الشيخ العاملي، التفريق بين الحديث والحادث والمأز والقرائن. نعم. أن القرائن منها ما نقل بالنقل الثابت ومنها ما لم ينقل بالنقل الثابت، فما الذي نعتمد عليه من القرائن؟ الجواب عن ذلك إنه لا بد من ملاحظة قيمة كل واحدة من القرائن بنقلها، وهذا يدخل في البحث عن قيمة أخبار الآحاد وقيمة الأخبار الصحيحة من أخبار الآحاد وقيمة الأخبار الضعيفة، ولا بد أن نعطي لكل قيمته. بعض العلماء يقول تاهفز مراتب نكوني زند، لكل قيمته. إذن القرائن التي نقلت بالنقل اليقيني لها قيمة عالية، والقرائن المنقولة بالنقل المظنون لها قيمة دون تلك، والقرائن المنقولة بالنقل المحتمل الذي لا يرقى إلى الظن ولا إلى الحجة لها قيمة دون أختيها، وهكذا. وإذا أردنا أن ندرس الحديث بلحاظ القرائن التي اكتنفته، فلا بد أن ندرس كل واحدة من القرائن بمفردها، ثم نجمع القرائن بعضها مع بعض، ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة، لأن هذا هو الذي يحصل التواتر أو ما يسد مسد التواتر. وهذه يعني من هذا يعرف جواب عن مشاغبة يكثر تردادها في كتب غيرنا، وهي أن بعض الأحاديث ليست متواترة، فيعترض على الشيعة: وكيف تحتجون بهذا الحديث وأنتم أيها الرافضة إنما تحتجون بالحديث المتواتر، وهذا حديث ليس بمتواتر. والجواب إن هذا إن لم يكن متواتراً فهو مما يتيقن صدقه، وأما اليقين بصدقه فهو من القرائن التي تحتف به. ونحن لا نشترط التواتر فيما نحتج به على أصول الدين، وإنما نشترط أن يكون مفيدا لليقين، وهذا هو شرط جمهور علمائنا. لا نقول كل الشيعة، ليس الشيعة مجمعين على أنه لا يحتج في الأصول إلا بيقين، ولكن جمهور الشيعة يشترط ذلك، ويشترطون اليقين لا يشترطون التواتر. فهذا الخصم الذي وقف على بعض كلمات الشيعة يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الشيعة يشترطون اليقين، واليقين كما يحصل من التواتر فإنه يحصل أيضا مما يسد مسد التواتر ويقوم مقامه، وهكذا الحال بالنسبة إلى الدلالة، فإن الدلالة عندنا يجب أن تكون يقينية. وأما اليقين فإنه كما يكون من الصراحة والنصوصية فإنه أيضا قد يكون من القرائن، والقرائن قد تكون ثابتة ثبوتا يقينيا، وقد تكون ثابتة ثبوتا ظنيا، وقد تكون ثابتة بدرجة الاحتمال، كما أن دلالتها أيضا قد تكون قاطعة وقد تكون دون ذلك، ولكننا نجمع القرائن بأجمعها والعبرة بالنتيجة. إذا وصلنا في النتيجة إلى يقين قلنا، يعني اعتقدنا، وإذا لم نصل إلى يقين سكتنا. واضحة إن شاء الله. وإذا سمحتم فقط سماحة الشيخ بخصوص المداخلة الثانية التي تفضل بها فضيلة الشيخ علي، ما ذكره سماحة السيد الصافي دام عزه في قضية أن الغدير واقعة مقطوع بها لا يتنافى مع أخذها موضوعا للبحث والأبحاث العلمية، خصوصا إذا التفتنا أن وظيفة المتكلم والمشتغل في علم الكلام حقيقة هي مركبة من ثلاث: إثبات وبيان ودفاع. فالآن المشتغلون في علم الكلام يمكن لهم أيضا مع القطع بها، نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يمكن لنا بيان ذلك، كيف قطعتم بهذا يمكن أن نبين هذا. أعتذر فضيلة الشيخ لأنه الوقت انتهى حقيقة، ولا نريد أن تكون المداخلات عبارة عن سجالات. الوقت انتهى فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك ولمداخلاتك القيمة، وأيضا لفضيلة الشيخ العاملي شكرا لك ولهذه المداخلة. وأكرر الشكر لسماحة الشيخ العلامة علي الجزيري الأحسائي، ندعو له بدوام التوفيق ودامت بركاته وإفاداته. شكرا لكم. وبدوري أيضا أشكر الحضور مرة ثانية لحسن إصغائهم، وأترك الكلام الآن لعريف المؤتمر، يتفضل. قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن الله عز وجل خلق محمدا وعليا والأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبحون الله عز وجل ويقدسونه، وهم الأئمة الهادية من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. بمناسبة عيد الغدير الأغر يتفضل جناب الشيخ عبد الله الدجيلي ليتحفنا ويسمعنا مولودا بهذه المناسبة، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. كل غدر كل غدر وقال إفك وزوري، هو فرع عن جحد نص الغدير، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير، ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور، يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار، أنمر بترك المسير، حط رحل السرى على غير ماء، وكلا في الفلا بحر الهجير، ثم بلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير، أقم المرتضى إماما على الخلق، ونورا يجلو دجل ديجوري، فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكور، ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضوري. إن هذا إمامكم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، هو مولى لكل من كنت مولاه من الله في جميع الأمور، فاستجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر مضمر في الصدور. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، لله ريب الدهور. أو تدري لم أحرقوا الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور. أو تدري ما صدر فاطمة بالمسمار؟ ليلة الجمعة حصلنا دمعة للزهراء. الله. أو تدري لم أحرقوا الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور. أو تدري ما صدر فاطمة ما المسمار؟ ما حال ضلعها المكسور؟ ما سقوط الجنين ما حمرة العين؟ وما بال قرطها المنثور؟ دخلوا الدار وهي حسرى بمرأ من علي ذاك الأبي الغيور. أفرج الله فصبرا يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور. وعلي يرى ويسمع والسيف رهيف والباع غير قصير. خصك الله بكل علم دون الأصحاب، وصرت تعلم بالحضر عندك وغاب. يصير ما تدري الجرى بعتبة الباب، يصير ما تدري الجرى بعتبة الباب. أخبرك محسن سقط بعتابه. كل واحد من عندنا يخاطب قلبه، يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسر. تأتي فاطمة إلى قبر أبيها تأخذ قبضات من القبر تشمها، وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. يا أبي صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. لقعيد يم قبرك وانعي، يا هيبت ويا سور منعي. بويا أنا شمسوية ويكسرون. قد ورثت زينب من أمها. عز عليك يا أبا الفضل العباس، عز عليك سيدي يا أبا عبد الله. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها. من دارها تسبى إلى شر دار، لا تبزغي يا شمس كيما ترى. زينب حسرى ما عليها خمار، تستر باليمنى محيان، فإن أعوزها الستر تمد اليسار. بقيت محيرة واصفج باليدي، لا عباس يبرالي. أنا مشيت بدروب الكثيرة، وديرة قامت تبشر بديرة. شي يقولون أخت عباس جابوها أزيرة. يا ناعيان إن جيت طيبة مقبلة، فعرج على مكسورة الضلع معولة. وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لو اللهم ارحم عبرتنا ونحن على مشارف شهر محرم، اللهم اجعل بلدنا آمنا يا الله، احفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة. اللهم احفظ العتبة العباسية المقدسة بكل كوادرها، خصوصا سماحة السيد أحمد الصافي. اللهم احفظهم لهذه الخدمة الجليلة، خدمة أهل البيت، خدمة شيعة أهل البيت، خدمة زوار الحسين والعباس. ارحم اللهم أمواتهم وشيعة أمير المؤمنين والعلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلوات. الله بمعية الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى، تدعوكم اللجنة العليا للمؤتمر إلى حضور المعرض الفني للمشتركين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للهواة بين الحرمين الشريفين، وبعدها نتوجه إلى مضيف أبي الفضل العباس عليه السلام للتبرك بوجبة العشاء. وختاما أفلح من صلى على محمد وآل محمد.